جولة إخبارية جديدة تأتيكم من أونلايف، أهلا بكم. إلى التفاصيل، هنأ شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر أحمد الطيب باب الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الباب طوادروس الثاني والأقباط بأعياد الميلاد، وذلك خلال زيارته إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ورافق فضيلته وفد رفيع مستوى من الأزهر الشريف. وأكد الإمام الطيب أن طبيعة الدينيين الإسلامي والمسيحي جعلت من المصريين نسيجا واحدا، فيما أوضح وزير الأوقاف أن الزيارة تقطع الطريق على أصحاب الفكر الهدام بالأمة، مشيرا إلى ما تتميز به مصر من وحدة وطنية. ومن جانبه قال البابا طوادروس إن المصريين يعيشون منذ زمن بعيد في تناغم جميل، مضيفا أن أي محاولة للعبث بالرباط القوي الذي يجمع بين المسلمين والمسيحيين ستنتهي بالفشل. عقد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة مؤتمرا لتكريم أعضاء لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد لما بذلوا من جهد لخروج قانون التأمين الصحي في صيغته الحالية. ووجه وزير الصحة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على حرصه ودعمه في خروج القانون بصيغته الحالية. يبقى لجنة الصحة بعد ما بنعدل بنناقش مادة أو اتنين أو تلاتة أو عشرة بلاقي فيه متابعة من سيادة الرئيس في دعم لهذا القانون. أنا ما أظنش إن كان فيه قبل كده هذا الدعم، أنا ما شفتوش، لكن وبالتالي حضراتكم أدرى مني بهذا، لم يكن هناك دعم لهذا القانون. دعم مش كلام، إحنا بنقول كلام رنان كده، بنشكر سيادة الرئيس على الدعم، أيوه مش دعم مش بشكل عام، لا. أنا بتكلم على دعم على مستوى يومي. وهو ده اللي ساعد فروق القانون. وفي لقاء خاص مع أونلايف أكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين أن القانون يكفل حق المريض في الحصول على كافة حقوقه العلاجية وبشكل آدمي. جاء ذلك على هامش مؤتمر عقده لتكريم أعضاء لجنة إعداد القانون الخاص بالتأمين الصحي الاجتماعي الشامل. هذا القانون بيكفل الحق الدستوري للمريض في أن يأخذ علاجه لجميع الأمراض بشكل جيد وكريم. دي حاجة. الكفالة دي هي بأن احنا بنديله مستشفيات جيدة وأطباء وعاملين في هذه المستشفيات وفنيين وصيادلة على مستوى جيد عشان يديله خدمة صحية جيدة وآمنة. الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي احنا بنعتبر ان خروج القانون ده بالرغم من كل العثرات اللي هي العشرين سنة اللي كان بيطلع فيها، لكن برضو بنعتبر ان هو الجهاد الاصغر زي ما قال الدكتور علي حجازي. الجهاد الاكبر هو التفعيل والناس تشوف هذا القانون على ارض الواقع. ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بالنواب قانون حماية الأقباط الذي طرحه الكونغرس الأمريكي، وأوضح المجتمعون أن ما جاء في تداعيات القانون المعروض بالكونغرس الأمريكي والخاص بأوضاع الأقباط في مصر لا يمت للواقع بأي صلة، ومحض أكاذيب وافتراءات تستهدف النيل من وحدة المصريين. من جهته اعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب طارق رضوان المزاعم التي يناقشها الكونغرس الأمريكي بشأن حقوق الأقباط والانتهاكات التي يتعرضون لها ما هي إلا افتراءات لا أساس لها ومرفوضة رفضا تاما من الشعب المصري بأكمله. إنما جاء من مزاعم في معرض المذكرة المقدمة من منظمة كوبتيك سوليداريتي إلى ست نواب من أعضاء الكونغرس والخاص بتسليط الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها الأقباط في مصر ووصف المذكرة ووضع الأقباط كمواطنين من الدرجة الثانية ودعوة الحكومة المصرية لإقرار المساواة بين المسلمين والأقباط في مصر من كل المناحي، إنما كلها أكاذيب وافتراءات لا أساس لها على أرض الواقع وهي مرفوضة من الشعب المصري كله بشكل قاطع. إن حل مشكلات الأقباط لا ينتظر تدخلات أجنبية أو أمريكية، كما أن مصر تقوم على حل كافة المشاكل أولا بأول. من جانبه قال رئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان إن الأقباط غير مستهدفين في مصر، مؤكدا أن الكونغرس الأمريكي بنى تقاريره على معلومات غير دقيقة، مبينا أن الإرهاب يضرب الجميع الآن بشكل أعمى.
مجلس النواب لديه وسائله في التواصل مع مجلسي الكونغرس، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لإيصال ما يتعلق بالمعلومات عن مصر. ربما لا يعلم كثيرون في مصر مثلا فيما يخص بناء الكنائس أن هذا أن في مصر ما لا يعرفون بدقة عدد الكنائس في مصر. هناك أرقام، وأنا في رأيي لابد أن تعلن هذه الأرقام، أعلنت لآخر مرة ربما في عام 2011 وهي بالمئات وربما تصل إلى الآلاف وليس بالمئات. أيضا في هذه النقطة شديدة الحساسية لا أريد أن نتورط في التمييز نحن بين المصريين مسلمين وأقباط، وأن لا نضع مثلا عدد إخوتنا وأشقائنا من الأقباط الضحايا في مقارنة من حيث العدد أو النسبة مع السكان، لكن أنا أتحدث عن ظاهرة. هذه الظاهرة تضرب الجميع الآن بشكل أعمى، وعندما ضربت الكنائس في مصر بشكل أعمى بعمليات انتحارية واستشهد من استشهد من أشقائنا، بعدها لم يدخر الإرهابيون جهدا لكي يضربوا المساجد. أيضا ضربوا الكنيسة أثناء الصلاة وضربوا المسجد أثناء الصلاة ولم يميزوا بين الأمر. إذن لو كان هناك تقصير من الحكومة المصرية فهذا هي يعني أمر في غير مكانه. رفض كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومية المزايدة على وحدة عنصري الأمة من المسيحيين والمسلمين، مؤكدا أن التاريخ خير شاهد على هذه الوحدة. لا أحد يستطيع أن يزايد على وحدتنا الوطنية سواء في الداخل أو الخارج، فمنذ عمق التاريخ مصر بحكم تجمع فئات مختلفة في مصر فإنها كونت من ذلك كله نسيج واحد من شعب واحد كان يعمل على عمق التاريخ وعلى كل مراحل التاريخ وأمام التحديات متحابين متكاتفين لمواجهة التحديات التي كانت تواجه مصر على مر هذا التاريخ. قالت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مارغريت عازر إن المسيحيين ليسوا بأقلية في مصر، مؤكدة أن الشعب المصري وحده قادر على دحض كل دعاءات الغرب ومؤامراته. المسيحيين المصريين في مصر ليست أقلية، ولكنهم بحكم الدستور مواطنين لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات، الدستور الذي أقره المسلمين قبل المسيحيين. في الحقيقة يعلم الغرب تماما أن تفتيت وحدة مصر سوف يأتي من قضية الفتنة الطائفية، والشعب المصري كله مدرك تماما قيمة وحدة الشعب المصري، وعبر التاريخ حاول كل معتدي أو كل من له غرض في تفتيت وحدة مصر أن يدخل من نقطة الوحدة الوطنية، ولكن الشعب المصري البطل الحقيقي في هذا الموضوع دائما يقرض كل مؤامرات الغرب، وبالتالي لا نستطيع من خلال هذا المنبر منبر الشعب المصري ككل ان احنا نقول ان ما فيش مشاكل. لا، في مشاكل، في مشاكل للمسيحيين وانا واحدة منهم، ولكن في الحقيقة المصريين هم القادرين على حل هذه المشاكل. وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي دكتور صحر نصر اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك لدعم مشروع كفاءة الطاقة في شركة إيجاس بقيمة 200 مليون دولار. وأوضحت نصر أن المشروع بهدف الاستثمار في كفاءة الطاقة في خط أنابيب الغاز المصرية والبنية التحتية لنقل الغاز، حيث يهدف المشروع إلى المساعدة على تحسين كفاءة الطاقة في مصر. وعقب التوقيع أكدت وزيرة الاستثمار أن الاتفاقية مؤشر للعلاقة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي، مشددة على حرصها على الاستثمار سريعا في البنية التحتية. النهاردة شهدنا وحضرنا توقيع اتفاقية مهمة جدا، برضو يعني تأكيد على العلاقة الاستراتيجية والاتفاقية الإطارية بين جمهورية مصر العربية وبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية. وبالفعل منذ أن تحولت مصر لدولة عمليات في هذا البنك ولها مقعد في مجلس إدارة هذا البنك، فإحنا حرصنا أن إحنا كما وعدنا من بداية السنة أن إحنا نتحرك سريعا في الاستثمار في البنية الأساسية
عشان بهدف رئيسي ضخ استثمارات وتوصيل أفضل خدمة للمواطن المصري في نفس الوقت الاستثمار في المواطن. النهاردة شهدنا توقيع اتفاقية استثمارية زي ما أشار رئيس البنك وده برضو تأكيد على بالفعل زي ما باشمهندس أشار للعلاقة المتينة بين وزارة البترول ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ان احنا بنعمل معا لضخ استثمارات. وزي ما احنا عارفين ان احنا بنبص على الاستثمار الاجنبي المباشر هو يعني تقريبا 50% لهذا القطاع الحيوي. مشاهدينا الكرام، نشرة مستمرة ولكن بعد قليل. أهلا بكم من جديد بعد هذا الفاصل. في سياق النشرة مرة ثانية، انتهت اللجنة المنظمة لمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس من إرسال الدعوات للمشاركين في المؤتمر المزمع عقده يوم 17 و 18 من شهر يناير المقبل. وتبحث جلسات المؤتمر الذي ينظمه الأزهر الشريف بالاشتراك مع مجلس حكماء المسلمين سبل التعامل مع قرار واشنطن بحق القدس واتخاذ خطوات عملية لدعم الهوية العربية والفلسطينية للمدينة المقدسة. قدم الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس مكتب الأمين العام السفير حسام زكي حصاد عام 2017 لنشاطات الجامعة العربية، وأشار السفير إلى أنه تم الانتهاء من اتفاقية التعاون الجمركي العربي. اتفاقية التعاون الجمركي العربي أيضا تم الانتهاء منها، ومن الصيغة النهائية لاتفاقية تنظيم النقل بالعبور ترانزيت، وهي اتفاقية معدلة. وأيضا تم الانتهاء من القانون الجمركي العربي الموحد، ويجري حاليا الانتهاء من دليل إجراءات هذا القانون وكذلك بيان النموذج الجمركي العربي الموحد. وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس مكتب الأمين العام السفير حسام زكي أن الوفد الوزاري العربي الذي تم تشكيله لمتابعة القرار الأمريكي بشأن القدس سوف يجتمع في 6 يناير في عمان بدعوة من الأردن. الوفد الوزاري الذي تم تشكيله بموجب قرار مجلس وزراء الخارجية العرب يوم 9 الجاري في موضوع متابعة القرار الأمريكي الخاص بالقدس، هذا الوفد سوف يجتمع إن شاء الله يوم 6 يناير في عمان بدعوة من رئاسة القمة الأردنية معالي وزير الخارجية الأردني بمشاركة الدول العربية أو وزراء الدول العربية الستة ومعالي الأمين العام. المرة تانية الدول الأعضاء هم الأردن، فلسطين، مصر، السعودية، الإمارات، المغرب والأمارات. قام وزير التنمية المحلية هشام الشريف بجولة تفقدية لمحافظة سوهاج تشمل عددا من المشروعات، وشمل برنامج الزيارة تفقد المنطقة الأثرية بالحوا ويش ومشروع الديابات للإنتاج الحيوانية وتفقد متحف الآثار بسوهاج ومحطة معالجة الصرف بالغريزات دائرة مركز المراغة. ومن جانبه شدد الشريف على سرعة تطوير المنطقة الأثرية بالحوا ويش تمهيدا لافتتاحها. أكد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة أن المحافظة مستعدة لاستقبال السياح الروس خلال الفترة القادمة. وكان وزير الطيران المدني شريف فتحي ونظير الروسية قد وقعا بروتوكول لعودة الرحلات الجوية بين البلدين في الأول من فبراير المقبل بين مطاري موسكو والقاهرة. وأشار فودة إلى أن مطار شرم الشيخ مستعد بكافة التجهيزات والفنادق والمنتجعات السياحية. نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المنتدى الثالث لتسويق مخرجات البحث العلمية، ويهدف المنتدى لاستعراض المخرجات البحثية الناتجة عن المبادرات والمشروعات التي قامت الأكاديمية بتمويلها والإشراف على تنفيذها.
وهو ضمن استراتيجية وزارة التعليم العالي. انطلق المنتدى الثالث لتسويق مخرجات البحث العلمي والتي تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بحضور وزير التعليم العالي دكتور خالد عبد الغفار، وذلك لاستعراض المخرجات البحثية الناتجة عن المبادرات والمشروعات التي تصرف على تنفيذها الأكاديمية لمواجهة بعض التحديات التي تواجهها الصناعة. في المنتدى الثالث لمخرجات البحث العلمي ده مثال ازاي البحث العلمي يكون بيعالج مشاكل احنا بنعاني منها كمجتمع. اذا احنا اتفقنا ان البحث العلمي هو قطرة الاقتصاد في المرحلة القادمة، يبقى احنا النهاردة موجودين في المكان الصح مع العلماء الصح اللي بنقول للمجتمع كله عن طريقكم كاعلام ان احنا عندنا علماء متميزين جدا. احنا شفنا النهاردة ابحاث في منتهى الروعة والتقدم العلمي والتكنولوجي. احنا عندنا الاكاديمية بتدعم مجموعة كبيرة جدا من المشروعات القومية والمبادرات والحملات القومية في كل التخصصات اللي هي متمشية مع اهداف رؤية مصر التنمية 2030. الأكاديمية كل فترة بتجمع نتائج الأبحاث اللي هي قابلة للتطبيق أو التكنولوجيات المتوالدة من هذه المشروعات، وبتبتدي تعمل منتدى زي ما حضرتك شايفين النهاردة المنتدى الثالث، ونسلط الضوء على هذه التكنولوجيات. تضمن المنتدى عرض عدد من المشروعات القابلة للتسويق في عدة مجالات أبرزهم الصحة والبتروكيماويات والأسمدة والنقل والزراعة. احنا جايين نقدم مشروع كنا عملناه بالتعاون مع الأكاديمية، حقنت الأمونيا الغازية في التربة. المفروض ان الماكينة دي كنا بنستوردها من بلجيكا ومن امريكا، وكان سعرها غالي جدا، لذلك من فترة كبيرة قوي بطلوا يجيبوها، وهي ماكينة مهمة جدا. يعني بلاد برة دلوقتي بطلوا يستخدموا السماد اللي هو النيتروجين العادي، بيستخدموا الحقنات دي. جهود تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتسويق مخرجات البحث العلمي ودعم الارتباط الدائم والفعال للبحث العلمي باحتياجات المجتمع المصري والصناعة الوطنية، بالإضافة إلى دعم الابتكار والابتكار المجتمعي ونقل وتوطين التكنولوجيا وتدعيم الصناعة المحلية. نسمة شفعي، أون لايف. نموذج مصري يحتذى به، حيث استطاع المهندس أحمد جبر رغم صغر سنه الحصول على جائزتين دوليتين للتصميمات الداخلية ليصبح أول مصري يحصل على جائزتين في نفس العام. بدأت مع المصممين المعماريين أو مصممين ديكور المشهورين إن أنا أتعلم منهم، فاشتغلت عند كذا حد من المهندسين دول وتعلمت منهم حاجات كتيره جدا. وبدات بعد كده ان انا عايز ابتدي اخلق الطريقه او التصميم بتاعي او الفكر اللي انا بدات بيه اللي قدر يوصلني بعد كده ان انا احصل على جوائز. احمد جبر مهندس معماري اصبح اصغر مصري يحصل على جوائز دوليه عن التصميم الداخلي للعقارات السكنيه، واول شاب يفوز بجائزتين في عام واحد، وهما Luxury Lifestyle Award و The International Property Award. الفكر اللي انت بتاخد الجوائز دي عن طريق ان انت بتسلم مشروع، بيبقى هو مطلوب منك ان هو ترشح للجائزة دي. المشروع ده بيبقى بيوافق المعايير بتاعتهم، بناء عن المعايير دي بتبتدي تحصل على الجائزة. المعايير دي بتبقى ان هي الابتكار اللي انت عامله في المشروع، قد ايه انت حققت راحة العميل وطلباته واحتياجاته، الحركة مدروسة ولا لا، تلات ارباع المعايير المعمارية المتعارف عليها في الجوائز دي بتبقى انت المشروع بتاعك قدر يحققها ولا لا. ويدرس جابر شخصية عملائه قبل عمل التصميمات التي تليق بهم، ليستغل كل المساحات المتاحة في البيوت بحسب رغبة العملاء وشخصياتهم. دايما بيبقى في أماكن في البيت الناس بتبص عليها تقول إن دي مكان مهدر أو غير مستغل. دايما بيبقى في بيوتنا دايما في حتة اللي هي تبقى الأوضة بتاعت الكراكيب، الحاجات دي. فبتبتدي إن أنت إزاي تقدر تخلي لكل مساحة الوظيفة بتاعتها. دي أهم حاجة أنا بتبعها في الشغل بتاعي من بداية. أول ما باخد المشروع ببتدي أركز قد إيه أنا عايز أطلع مشروع كله مستغل. وللدخول في التنافسية العالمية باستمرار في مجال التصميمات الداخلية والديكور، تحتاج مصر دراسة المشاريع كفكرة إجمالية وليس شكلية فقط، وتحديد وظيفة وهوية المباني المعمارية. إذن مشاهدينا الكرام، لن يتبقى الآن إلا التذكرة بأهم العناوين. الإمام الأكبر في مقر الكاتدرائية المرقسية على رأس وفد لتهنئة البابا طوادروس بعيد الميلاد. وزير الصحة يكرم أعضاء لجنة إعداد قانون التأمين الصحي ويؤكد أنه يكفل الحصول على كافة الحقوق العلاجية.
العلاقات الخارجية بالنواب تناقش قانون حماية الأقباط الذي طرحه الكونغرس الأمريكي. مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم على رأس كل ساعة إلى ملتقى